أشاد سمو الشيخ ناصر بن حمد الخليفة ممثل جلالة الملك للأعمال الإنسانية وشؤون الشباب بفوز فريق باريس اف سي بشعار فيكتوريس البحرين على فريق جانجون بثلاثة أهداف مقابل هدفين ضمن الدوري الفرنسي للدرجة الثانية من الجولة 17. أوضح سمو الشيخ ناصر بن حمد الخليفة أن العديد من الأهداف تتحقق مع فريق باريس اف سي والهدفة إلى تحقيق رؤية البحرين الاقتصادية 2030 من خلال الترويج المميز للبحرين في المحافل الأوروبية، مشيرا سموه إلى أنه حريص على دعم الفريق الذي يلعب بشعار فيكتوريس البحرين. أشار سمو الشيخ ناصر بن حمد الخليفة أن عودة الفريق القوية في المباراة والروح العالية التي يظهر عليها الفريق تبعث بالتفاؤل بمواصلة حصد النقاط وتحقيق الانتصارات في المرحلة القادمة، متمنيا سموه للفريق كل التوفيق والنجاح. تمكن فريق باريس اف سي بشعار فيكتوريس البحرين من تحقيق فوزا مثيرا على حساب جانجون بثلاثة أهداف مقابل هدفين، رفع الفريق رصيده إلى 31 نقطة بفارق 3 نقاط فقط من المتصدر.